واضح كده ان المصريين بعد ما حصل ارتفاع في اسعار السجاير قرروا انهم ينقلوا المزاج لحاجة تانية وهي الشيشة. فهل اسعار المعسل الاقل من السجاير؟ وايه توقعات اسعار السجاير الفترة اللي جاية؟ هل هتزيد تاني ولا هتفضل زي ما هي؟ خليكم معانا واحنا نقول لكم ايه الحكاية. مبيعات المعسل زادت بشكل ملحوظ، وده بعد ما زادت اسعار السجاير الفترة اللي فاتت بشكل غير رسمي، وده اللي اكده ابراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات. طيب ازاي اسعار السجاير ارتفعت بشكل غير رسمي؟ ايوة فعلا ده حصل، والمستهلكين اتفاجئوا بارتفاع اسعارها بشكل كبير الفترة اللي فاتت. مش بس كده، ده كمان في انواع مشهورة اختفت من السوق تماما في بعض المناطق. وفي تصريحات لمصراوي الرئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ان رغم ان في اقبال على شراء المعسل في الاسواق، لكن سعره زي ما هو مستقر بقاله فترة بدون تغيير. اما بقى لو بتسأل عن اسعار المعسل، فحسب اخر قايمة اعلنتها شركة اتشن كومباني، فوصل سعر كيلو المعسل بمختلف انواعه ل 110 جنيه في الاسواق. طيب يا ترى مين السبب في زيادة اسعار السجاير؟ ابراهيم امبابي قال في تصريحات ان زيادة الاسعار غير الرسمية اللي حصلت الفترة اللي فاتت في الاسواق بترجع لجشع بعض التجار ورغبتهم في بيع البضاعة اللي عندهم اسعار عالية. ولو انت بتسأل هل ممكن الاسعار تنزل ولا لا، فحسب كلام امبابي في اسعار السجاير مش هتتراجع في الاسواق، وده لحد ما يتم اعلان مناقشة مشروع قانون بالضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع في اكتوبر اللي جاي. والقانون ده المفترض انه يوقف جنون الزيادات المبالغ فيها في اسعار السجاير واللي حصل حاليا في الاسواق. ومن فترة شركة فيليب موريس مصر اعلنت في بيان صادر في منتصف يوليو اللي فات عن زيادة اسعار عدد من منتجاتها من السجاير بالاسواق بشكل رسمي، وكانت الزياده دي بتتضمن اصناف مارلبورو وميريت وال ام، ده غير جانب التبغ المسخن. وتراوحت قيمه الزياده ما بين 3 و5 جنيه للعبوه الواحده من انواع السجاير التقليديه. والشركه ردت على الزياده دي، وقال علي كرمان المدير العام لفيليب موريس مصر ان الزياده اللي اعلنت عنها الشركه في الاسعار كانت ضروريه علشان تقدر الشركه تستمر في انتاج منتجاتها بجوده عاليه لكل عملائها. لكن لو انت فاكر ان اسعار السجاير ارتفعت سبب الزيادة دي تبقى غلطان، وده لان الزيادات اللي اعلنت عنها الشركات كانت بسيطة جدا. لكن حسب كلام امبابي فالاسعار اللي في السوق زادت بمستويات اكبر بكتير من الاسعار اللي بتطرحها القوائم الرسمية للشركات، وده كان نتيجة تخزين كميات كبيرة من بعض التجار خلال الفترة اللي فاتت. والمفاجأة ان تجار السجاير حققوا في الفترة الاخيرة حوالي 100 مليار جنيه من الازمة، مش الدولة كانت اولى بيهم؟ وده كله ليه؟ علشان التاجر بيكسب في العلبة الواحدة حوالي 25 جنيه. انت متخيل ان كليوباترا اللي بتطلع من الشرقية للدخان ب 24 جنيه بس بتوصل لك ب 55 جنيه؟ انت بقى رأيك حل الازمة في ايد مين؟ وانت من الناس اللي حولت من السجاير للمعسل، ولا لسه ثابت على موقفك مهما الاسعار زادت عليك؟